نروح لعبد الله السعيد صانع العاب النادي الاهلي، واللي هيرجع مره تانية للتشكيل الاساسي في مباراه ذهاب الدور النهائي لدوري ابطال افريقيا قصاد الوداد المغربي، واللي هتتلعب ان شاء الله يوم السبت اللي جاي على ملعب برج العرب، بعد ما اصبح جاهز بنسبه 100% عشان يشارك في المباريات. ده غير طبعا ان موقف صالح جمعه من المشاركه لحد دلوقتي لسه ما اتحددش، بعد طبعا ما اتصاب في مباراه النجم الساحلي وخرج بسببها في الدقيقه 30 من عمر المباراه. عبد الله السعيد كان جاهز لمباراه النجم الساحلي لكن ما شاركش، وفضل حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي ان هو ما يلعبوش خوفا طبعا من تجدد الاصابه مره ثانيه، خصوصا ان سيناريو المباراه ما كانش بيستدعي مشاركه عبد الله السعيد لان النادي الاهلي كان متقدم طبعا بعدد كبير جدا من الاهداف. ومكملين مع النادي الاهلي واللي بدا في تجهيز ملف جديد للاعب الايفواري سليماني كوليبالي الهربان من القلعه الحمراء عشان يقدمه كمستند جديد للفيفا ضد اللاعب، واللي تقدم هو كمان باوراقه اوراق جديده طبعا بياكد فيها انه تعرض للظلم والقهر والاضطهاد والكلام اللي انتم سمعتوه قبل كده ده كتير، وان هو تم اجباره على حاجات كتيره قوي اثناء وقت الوقت اللي اتقضاه هنا في مصر جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي دلوقتي بقى بيجهز في الوقت الحالي تصريحات صحفيه لسليماني كوليبالي كان بياكد فيها انه بيعيش حاله استقرار جوه النادي الاهلي وبيتم معاملته بطريقه كويسه جدا من الجهاز الفني ومن اللعيبه، وكمان في تصريحات بالفيديو لكوليبالي كان بيشيد فيها بالمدير الفني حسام البدري، وكمان تصريحات خاصه بيشيد بيها بزمايله في الفريق وطريقه التعامل معاه، وكمان الفيفا طلبت من النادي الاهلي رد على اللي قدمه كوليبالي في الفتره الاخيره من مستندات جديده عشان يدعم موقفه في ازمته مع كوليبالي. المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي طبعا لسه مستني ان الازمه دي تنتهي، ازمه اللاعب الايفواري كوليبالي قبل الانتخابات، خصوصا ان بعد تلقي وعود بان موقف النادي الاهلي سليم 100% وان كوليبالي هيتم ايقافه غير الحصول على التعويض اللي هيتم تحديده واللي ممكن ان هو يوصل لحد